ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وجد نورتني الجميله اللي انا يعني بقالي فتره ما شفتهاش امنيه طاهر، منوراني النهارده يا مينا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ وعارفه ان انت غبتي غيبه طويله عشان انت جايبه لنا مفاجات حلوه النهارده. اكيد صح؟ اكيد. طيب انا في البدايه طبعا كلنا عارفين السكرابات، بس الفرق بقى ان ايه؟ كل الناس اللي حبايبنا بيحبوا الشوكولاته يعني ممكن ما ناكلهاش، بس ممكن نستخدمها في سكراب وتدينا يعني نقاء وحاجه البشره بتاعتنا تختلف جدا. لكن في البدايه عندنا ارقام اورا نازله معانا على الشاشه، هينزل كمان دلوقتي الفروع الجديده، وعندنا فرع جديد افتتح في المعادي. مبروك طبعا يا امنيه، بالتوفيق دايما حبيبتي، من نجاح لنجاح. هتكلمينا عنه أكيد. وهننزل برضو افتتاحات الفرع عشان الناس تشوفها. لكن خلينا في البدايه نبدا بقى ايه، قولي لنا الاول هتكلمينا عن ايه النهارده؟ هو طبعا مفاجآت اورا ما بتخلصش. أيوة. كل مره بمفاجآت اقوى، بس المره دي احنا مفاجآتنا كانت قويه جدا عن المرات اللي فاتت. الحمد لله طلعنا منتجات حلوه جدا، بس النهارده حابه ان انا اتكلم عن السكرابات علشان هي اكتر اسئله جات لي عليها، مشاكل الشتاء والحاجات دي ازاي نقدر نحلها بجسمنا وبشرتنا، فهي حلها في السكرابات. طبعا قبل ما اقول ايه هو انواع سكرابات اورا، هنتكلم عن ايه هو السكراب وازاي يعني ايه فايده السكراب ده للبشره. السكراب هو الغسول او الحاجه انا بغسل بيها جسمي او بشرتي، بس بيكون فيها حبيبات سواء خشنه او ناعمه بتدخل في المسام وبتنظف الجلد كويس جدا. كويس. ده تعريف ان عامه كده سكراب، لان في ناس مش عارفه يعني ايه سكراب، اللي هو صنفره البشره. طب فوائده ايه السكرابات دي؟ بتفيدني بايه؟ اول بتفتح البشره جدا، بتشيل خلايا الجلد الميت زي ما بشرتنا وشنا في الشارع ممكن ياخد تراب، ممكن الميك اب يبهدل المسام يخلي شكلنا يكبر بسرعه، عشان لو احنا مش مهتمين بالجلد عموما جلد جسمنا نفس الكلام، لو احنا مش بنهتم بيه لان العرق كل المشاكل الجويه دي ممكن تاثر على تملى المسام، فتبتدي تطلع حبوب، تبتدي تعمل تجاعيد، تبتدي شكل الجسم يبقى بشرتنا سمره مش حلوه. فلازم ننظف الجسم زي ما بننظف بشرتنا بالظبط، بيشيل السيلولايت، بيشيل القشره، الناس اللي عندها في بشرتها بتبقى في قشره من الشتاء زي شعرنا كده، دي بتروح بس تماما. بس على الجسم كله عادي يا امنيه؟ في حاجات بقى انا هقولها، في سكراب للبشره للوش بس، في سكراب للجسم، في سكراب بشره ووش. يعني انا ممكن استخدم سكراب الوش للجسم، لكن ما ينفعش ان انا استخدم سكراب الجسم للوش، ما ينفعش. اكيد حبيباته اقوى يعني. احنا بنستخدمه بتظهر نتيجته بعد قد ايه بقى؟ قول لنا وكل قد ايه نستخدمه؟ سكرابات اورا من اول مره. حلو ده. ده يعني بص كلمه مني انا بقى. هو ده جديد بجد معانا. لا بجد حاجة. من اول مره يعني، حتى في بنات بتشتكي من الشعر اللي تحت الجلد، شكل رجليها عارفه جلد الوزه والحاجات دي مشكله كبيره جدا عند معظم البنات. بنات ده بيختفي تماما مع سكرابات اورا. هتقول لنا الانواع؟ هقول لك طبعا الانواع. احنا معانا النهارده ثلاث انواع سكرابات اورا، ثلاث حاجات مختلفه. اول حاجه هتكلم عنها سكراب الوش. سكراب الوش ده عباره عن قهوه بالشوكولاته، طبعا فوائد القهوه معروفه. ممكن يعني ندوق بقى واحنا بنعمل السكراب ده؟ ممكن يعني ممكن احط معلقه واشرب يعني في قهوه واشربها. ده سكراب قهوه بالشوكولاته. طبعا فوائد القهوه معروفه ان هي مضادات الاكسده القويه جدا، واحنا محتاجين مع العوامل الجويه والحاجات بتاعت بشرتنا دي ان احنا لازم يكون في ماسك مضادات اكسده اسبوعيا مره على الاقل نعمله. لكن السكراب ده يوميا، احنا ده حبيبات ناعمه. هو ايه الفرق بين الحبيبات ناعمه والحبيبات الخشنه برضو؟ عشان دي حاجه مهمه، وفي سؤال دايما بيجي لي هو السكراب غلط ان انا اعمله كل يوم؟ كل يوم صح. لا، في فرق ما بين سكراب بالحبيبات الناعمه اللي هو بينظف المسام يوميا، ده لازم تعمليه، وخصوصا اصحاب بنات اللي عندهم بشره دهنيه لان ده اللي بيطلع حبوب. وفي فرق ما بين سكراب بالحبيبات الخشنه اللي احنا بنعمله مره واحده في الاسبوع، ده ما ينفعش ان هو يكون كتير يتكرر. يعني ده حاجه وده حاجه. اللي انا عاملاه النهارده ده القهوه والشوكولاته ده ناعمه، ده ناعمه ده لكل يوم عشان ننظف بيه المسام. لو حد بشرته جافه ممكن ثلاث مرات في الاسبوع. كويس. مثلا يوم ويوم، لكن البشره دهنيه لازم تكون كل يوم لانه هو هيقلل الحبوب. ممكن نلفه شويه بعد اذنك يا امنيه عشان الناس تشوفه. وعايزين نعرف برضو حاجه، الفكره ان احنا لما بنستخدمه يوميا معلش عشان ده سؤال برضو استوقفني، احنا هنستخدمه كل يوم بعد السكراب مش عاده بيبقى في حاجه تقفل المسام؟ تمام. انا هقول ده كله. طبعا أوكي. اكيد. أوكي. تمام كده، احنا هنستخدمه بصفه يوميه، بننظف بيه بشرتنا قبل ما نحط كريم. لو انا مسام بشرتي مش متنظفه وحطيت كريمات بشرتي مش هستفاد بيها. مزبوط. حطيت زيوت قويه جدا البشره عشان تعالج بشرتي مش هتستفاد بيها. انا الحقيقه عامله سكراب اورا باودر
وبطلع معاه الزيت، مش عامله السكراب بالزيت بتاع الوش، مش عاملاه عليه الزيوت، لان بتفرق من بشره لبشره في الزيوت. اوكي، على حسب الطلب. طبعا كويس. في واحده ممكن تبقى عندها بقع غامقه في بشرتها، فهتقولي ان انا عايزه افتح بشرتي، هديها السكراب وهديها معاه زيت الليمون. اوكي تمام. هو من اكتر الحاجات اللي بتفتح هو زيت الليمون. أوكي. من اكتر الحاجات اللي بتفتح. طيب واحده بشرتها جافه جدا، عندها على طول جفاف مهما عملت، وقشر ابيض مثلا، وقشر ابيض، هتستخدم معاه زيت جوز الهند، لان أوكي. زيت جوز الهند تقيل جدا، من الزيوت القويه اللي بتمسك في البشره، فهي ما تغسل بشرتها هتلاقي نعم. حصل توازن ما بين الجفاف وما بين الزيوت اللي هي حطاها. طيب عندي تجاعيد وعندي مشكله قويه جدا في التجاعيد، وفيما فوق كمان 50 سنه، نستخدم معاه زيت القرفه. طب خلينا بقى معانا تليفون مدام سميره، عشان مدام سميره حبيبتي، وانا مدام سميره حبيبتنا. اهلا وسهلا يا حبيبتي. حبيبتي انا عاجبني السكراب بتاع التفتيح، لان انا عندي بقعه اهو عند وقت اهو. يا نهار ابيض، ده احنا نبعته لحد البيت. حابه تقولي ايه؟ حبيبتي اوكي. امنيه الدكتورة، وبهيتي طبعا، وبهي المنتجات. عايزه بقى السكراب ده. خلاص من عينيا، هي بس تتصل على الارقام موجوده على، نزل الارقام لحضرتك حالا مدام سميره، على تواصل على البيج، وحضرتك هي معانا على الهوا اهي، والتوصيل بيكون لحد البيت. التوصيل لحد البيت على حسب المكان اللي حضرتك فيه، ما تقلقيش ابدا. طيب خلاص، انا عايزه اللي هو بتاع التفتيح. شرفتينا. خلاص شرفتينا يا مدام سميره حبيبتي والله. اتفضلي يا فندم. نرجع تاني. مدام سميره زي ما قلت لك كده، عندها بقع غامقه وعايزه تفتيح، فاحنا بنستخدم معاه زيت ليمون او زيت لوز حلو. لكن زيت الليمون بينظف جدا، يعني انت بتغسلي بشرتك تحسي في فرق من اول مره عملتيه فيها. زيت جوز الهند قلنا لو بشره جافه جدا، لو عندها قشره في بشرتها، هتلاقي كل ده اختفى مع زيت جوز الهند، وهيفضل بشرتها محتفظه بال يعني رطب. أيوة. رطبه فيها نسبه ترطيب حلوه. طيب بشرتي دهنيه بقى، واستخدمت زيت جوز الهند ده، علشان كده احنا مش عاملين التركيبه على بعضها، عليها بعضها، هتستخدم جوز الهند تلاقي بشرتها فيها دهون زياده، فهتبتدي يطلع لها حبوب اكتر، فبتبتدي تقول لا ان الماسك مش حلو. فما ينفعش ان انا لازم اعرف نوع بشرتي الاول. انا عندي كويس. احنا عندنا كمان الكول سنتر بنات متخصصين بيعرفوا نوع بشرتك ايه، وهم يقدروا يقولوا لك يبلغوا بالاوردر. كويس ده بالنسبه للسكراب القهوه. بالنسبه لحاجه ثانيه معانا بقى من سكرابات اورا، يعني بصي مش قادره اقول لك، انا بقى سمعت ان في سر خطير. السر كبير ولا هيطلع دلوقتي؟ ايوه. سكرابات ملح البحر. معروف طبعا ملح البحر من الحاجات القويه قوي في تنظيف مسام البشره، في شد الجلد، في علاج السيلولايت. احنا حتى لما بنروح البحر وتنزلي البحر وتلاقي رمله جسمي. البحر بتعملي بيها طبعا جدا طبعا، جسمك بيلمع ويشد المايه، تلاقي بشرتك نظيفه جدا مع املاح البحر. فاحنا عاملين سكرابات اورا من املاح البحر، ولكن بروايح مختلفه. عندنا هسألك الفينج ده بايه بقى؟ قول لنا. ده بالجم، ده عشق. لا ده بالستروبري، ده فراوله. ده بالفراوله. في بقى الفانيليا. فانيليا اوكي، يعني بيدي روايح حلو. طب ده يتحط بقى في الباس، يعني يتحط بقى في البانيو كده عشان طبعا قوي. فراوله جدا. حلقة شقية النهارده. شقية والوانتها جريئة. جريئة جدا. ده الملح البحر اللي هو بيتحط. طب قولي لنا بقى السكراب ده بنحطه ازاي ونستخدمه ازاي؟ هقول لهم دلوقتي ازاي نستخدمه، بس هكمل بقية الأنواع. وريني بقى الأصفر ده بالإيه؟ ده الجم، ده بقى يعني عشقي. شوف ده. في بقى الأصفر ده بالأناناس. الأناناس أوكي، ده دي مروقانة خالص. كل حاجة. بصي عشان محدش يبقى نفسه في حاجة متبقاش. ده بالجم اللي باللبان. ده بالزهور البرية، ريحة البحر. ده إيه؟ ده بالجم. اوكي. باللبان. ده الزهور البريه. ده زهور البحر البريه جدا يعني. اوكي حلو قوي. ده انا نسيت. بالزهور اللافندر. اللافندر حلو، ما هو لونه باين لافندر. طيب انتوا كده شايفينه، بعد اذنكم عايزيني اظبط لكم حاجه. تمام شايفينه كويس؟ اوكي تمام. السكراب ده عباره عن ملح بحر، احنا ضايفين له فيتامين كمان مفيده جدا للبشره، فيتامين اي، جليسرين. طيب. الفيتامينات اللي هي احنا البشره محتاجاها ان احنا ناخدها بصفه يوميه. ده فيهم كلهم؟ ده فيهم كلهم، يعني كلهم واختلاف نفس بس الروائح. هي الروائح كلهم نفس بس. الماده الخام. أوكي. لكن بس اختلاف الروائح. ده بنستخدمه حسب الشاور، هو خشن طبعا، ما ينفعش استخدمه بشرتي وشي لا خالص طبعا. ده للجسم بس. بنستخدمه وانت بتاخدي الشاور بتاعك، بتبلي جسمك، وبعدين تبتدي تاخديه على الليفه. ممكن على الليفه يعني احطه على جسمي، او بعدين ابتدي اعمله بالليفه بتاعتي اللي هي الطبيعيه، او الليفه المغربيه اللي هي الخشنه شويه، او لوحده او بايديا لوحده، هيديه نتيجه برده قويه جدا. نستخدمه مفيش مشكله حسب ما انت بتاخدي الشاور، لو يوم ويوم او مرتين في الاسبوع مثلا، يعني مرتين لثلاثه في الاسبوع. اوكي بعد ما بنخلص
بنحط بقى الزيت، بتبقى مسام بشرتك مفتوحه تتقبل اي نوع زيت. انت عندك تجاعيد في جسمك او عندك سيلولايت، حطي زيت قرفه هتتقبل، تلاقي بشرتك بتتقبل الزيت اكتر من انت المسام بتاعتك مقفوله. طبعا خلاص يعني زيت ورد كمان ريحته بتفضل في الجسم حوالي 24 ساعه. حلو ده قوي ريحه بقى اللي انت مختارها، الروائح الحلوه دي. معانا بقى برده اللي هي حاجه كمان، دي خاصه بشركه اورا يعني، دي مش موجوده. خلطه التفتيح دي دي يعني هي بشره وجسم، احنا عاملينها بشره وجسم للاثنين مع بعض. حلو الاثنين. انت عارفه عظيمه طبعا، اي عروسه او اي بنت كل فتره ممكن نرفعها بقى كده ونفتحها بعد اذنك. معلش افتحيها يا امنيه، خلي الناس تشوف دي. هاتي افتحي لك. تمام. جوه الحبيبات ناعمه، اتفقنا؟ لا هي بودره، هي بودرة ناعمة جدا، ما فيهاش ما فيهاش حبيبات خشنة خالص. هي اوريدي لما بتنشف على البشرة، لما بتنشف على البشرة بتبقى الحبيبات الناعمة اللي فيها دي بتحاول تبقى خشنة، فانت بتعملي بيها سكرابر. اوكي الاثنين مع بعض. هو بيفتح جدا، احنا مسمينا خلطة تفتيح خاصة بأورا. حلو ده. هي عبارة عن أعشاب طبيعية كلها، يعني ما فيهاش حاجة تقلق خالص. احنا كل منتجاتكم عايزين نأكد على كل أصدقائنا أول مرة يشاهدونا، يا جماعة منتجات أورا طبيعية 100% كلها، وحاصلة على تصريح من وزارة الصحة، والمصانع اللي احنا بنصنع فيها حاصلة على الأيزو. فاحنا منتجاتنا طبية 100%. لا أنا متأكدة من ده الحمد لله، بس أنا بأكد على مشاهدينا عشان لو لسه حد من أصدقائنا منضمين لينا جديد ولسه أول مرة يلتقي بمنتجات أورا. بصي هو عبارة عن باودر ناعم جدا، هو للوش، بيفتح البشرة قوي، بيشد التجاعيد جدا. أنت اول ما بتحطيه بتلاقيه شد قوي، وشك مشدود لما ابتدي ينشف. احنا بنحطه قد ايه؟ هنحطه ازاي بقى؟ احنا بنخلطه مع ميه ورد. ميه ورد اوكي. وليمون. وليمون بس الليمون بيكون حسب بشرتي، لو انا بشرتي حساسه احط عصره ليمون بسيطه نقطة. ممكن ما احطش خالص. ممكن خالص لو انا من الناس اللي بشرتي بتبقى بتلتهب حساسيه جدا مع الليمون بلاش خالص. اوكي احط زيت ميه ورد واحط عليها ليمون، نص ليمونه او ليمونه حسب تقبل بشرتي انا. كويس. الجسم برده غير البشره. طب قد ايه من ميه الورد تقريبا المقادير؟ يعني انت لو هتحطي مثلا معلقه، بتحطي عليها مثلا معلقه صغيره من الميه ورد او معلقتين، يبقى قوامه تخين شويه، كريمي. يبقى كريمي لما توزعي على جسمك يمسك في الجسم او يمسك في البشره. اوكي. بتخلطيه كويس جدا وتحطيه على البشره، تسيبيه نص ساعه يبتدي ينشف. هتلاقيه نشف قوي مش هتعرفي تفركيه. هتبليه لازم ميه، قبل ايدي ميه وبعدين ابدا اخد بشكل ده. انا ابتدي اعمل بحركه دائريه مساج للبشره. ونفس الكلام الجسم. انا قلت لك العرايس اللي بتبقى عايزه تعمل حمامات مغربي وتفتح جسمها، فتح جدا المناطق الغامقه، وبتروح تعمل ده في السنتر بره وبارقام. ارقام. انت هتعمليها في البيت، هي دي الخلطه احنا عملناها في البيت. عباره عن كويسه يا امنيه، اهم جداً. حاجه عشان بس حبايبنا اصدقائنا. بصي كل السكرابات معانا 500 جرام. كويس. فهم بقى لما يتصل بالكول سنتر هيتفاجئوا بالسعر. طيب خلاص انا مكبراها لان انت اوريدي جسمك بيحتاج كميه كبيره. والسكرابات دي احنا بنستهلكها بسرعه طبعا. جدا. فبالتالي انا عشان كده عاملاها كبيره وفي نفس الوقت سعرها رخيص قوي. طيب ممكن نعرض بس الصفحه بتاعت اورا عشان حبايبنا واصدقائنا لو حابين يدخلوا من خلال الصفحه يشوفوا كل منتجات اورا لسه متابعينا اول حلقه. دي الصفحه الوحيده الخاصه بمنتجات اورا، وكمان عايزين نقول ان دي مش اول منتجات خاصه باورا، احنا كان في حاجات كتيره ليهم باع طويل معانا، في مفاجات لسه جايه. هتنزلوا حاجات مفاجات حلوه على راس السنه والكريسماس ولا لا؟ جدا. عشان ايه حبايبنا بقى واصدقائنا واخواتنا وكده ويبقوا معانا جدا على اللاين. دي الصفحه الوحيده الاورا، هنزل تاني ارقام التليفونات طبعا، هي صفحتهم وكل الحاجه بقى الخاصه دي ارقام تليفوناتهم، وفي كمان تويتر وعلى الفيسبوك وواتساب وكل الحاجات دي تقدروا تتواصلوا. وفي الفروع طبعا، فرع طبعا قلنا بقى الفرع الجديد. فرع زهراء المعادي ده دلوقتي مفتوح. أوكي. فرع حلوان ان شاء الله هيفتح على اخر الاسبوع. طيب قول لنا الفرع اللي افتتح. وفي فروع ثانيه اكيد. فرع اللي اتفتح فرع زهراء المعادي. أوكي. شارع الزهراء الرئيسي جنب سوبر ماركت الزهراء. اوكي. عماره 8 بيوتي سنتر اور قدام مدرسه المناره. اوكي تمام جدا. دي صور من الفرع، احنا شفنا الصوره اللي فاتت. اوكي دي صور من الفرع بتاعكم. موفقين دايما والله يا امنيه بجد حقيقي. ميرسي يا عزيزي. طيب كمل لنا بقى، خلاص هنعمل بميه بشكل دائري ويتشطف. وتغسله بميه فتره، يعني دايما لما نعمل سكرابات للجسم او للبشره بلاش في الشتاء قوي نغسل بميه سخنه. على قد ما نقدر نخلي الميه فتره، انا عارفه ان دي بتبقى رخمه شويه في الشتاء، بس نحاول ان اخر غسله تكون ميه فتره. وبعدها اقفل بتلج. انت سالتيني على المسام المفتوحه، السكرابات بتفتح المسام، ميه ساقعه بتقفل المسام طبعا. السكرابات الجسم اكيد انا مش هحط ميه ساقعه على جسمي كله، هيبقى صعب جدا، بس انا ممكن استخدم ميه ورد، ممكن اعمل سبراي ميه ورد على القطنه، ممكن على جسمي ممكن كلها. وارشها على جسمي كلها تقفل المسام.
البشره بحط ميه ورد تلج. ممكن مكعبات تلج يا جماعه البشره كده داير. على فكره المكعبات دي قبل الميك اب قولي لهم بقى بتعمل دي حلوه جدا. اكيد خليكي تستقبلي ميك اب. الناس اللي الميك اب بيسيح وبيدي لمعه بيقعد وقت اطول. بصي يعني عايزه اقول لك ان السكرابات اللي هتعمل سكراب كل يوم بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بالكافي والشوكولاته الشوكليت ده هتحس بفرق ان بشرتها ابتدت تتشد، خدودها مشدوده. بتفرق جدا. الحبوب اللي هي الصغيره اللي هي اللي هي ما بتوجعناش شويه ملهاش، بس هي بتطلع كده، دي بتبقى كلها بسبب الزيوت اللي بتطلع في المسام كده بتختفي تماما. هتلاقي وكمان عايزه اقول لك حاجه عظيمه للشفايف. الشفايف بيبقى فيها قشره في بقى بتبقى عندها مكان الروج اكتر من مره الروج. بيتغير الجلد طبيعي اللون لو احنا ما اهتمناش بشفايف هتلاقي جلدها ما بقاش مشدود، شكلها مش حلو. كمان لونها بتغير مع الوقت. بيل كده السكرابات دي بتفرق جدا في ان انا تخلي لون شفايفك شكلها وردي مشدوده وبشرتك بتلمع. فده مهم جدا ان احنا نعمله بصفه مستمره. طيب اتمنى ان هم يجربوها طبعا يا رب ان شاء الله. ده اكيد احنا جالنا اهو اول طلب على الهواء. وعايزه اقول لك كمان كفايه ان احنا بقينا يعني موجود دلوقتي ان انا اقدر استخدم منتجات التجميل اللي احنا كنا بنشتريها بس كلها طبيعيه. طبعا ده في حد ذاته انجاز طبعا يا جماعه. والله انا يعني انا عارفه انا ليه انا محترمه جدا البرودكتس بتاعكم بجد، لانه انا شخصيا واحده من الناس انا صعب جدا اتعامل مع اي برودكت. وحتى في براندات بس اقول لكم بصراحه في تعاملات في براندات عاليه جدا والله ما ليهاش قيمه حقيقي. والله زي بيقولوا ايه عقده الخواجه. بس أيوة في حاجات ثانيه حقيقي ما لهاش علاقه لازم نجرب. انا ما اقدرش احكم على منتج غير لما اجربه. لا وكفايه ان احنا منتجات اورا منتجات مصريه 100% مصريه طبعا. تحيا مصر يا جماعه والله تحيا مصر 100 مره ومنتجات مصر. النهارده هي موجوده في معرض في تركيا. ما احنا ان شاء الله هننزل لهم صور قريب. هي موجوده في معرض كبير في تركيا علشان هي جودة عالية جدا وبرودكت مصرية 100% طبيعية ومفيدة قوي للبشرة. وكل اللي جربها يعني مش قادرة أقولك الحمد لله قد إيه فيدباك حلوة جدا من الناس. فدي حاجة تشرف لينا احنا كلنا طبعا كمصريين. اتمنى ان احنا كلنا اي حد عنده برودكت مصرية يدي يعني يعمل فيها احسن حاجة بالظبط بدل ما نجيب من بره ونقعد نقول مش عارف ايه. احنا عندنا طبعاً حاجات كويسة جدا يا جماعة والله. وبعدين كمان الحاجات المنتجات اللي فيها كيميكالز كتير زي ما تضر الشعر زي ما تضر البشرة. احنا مش بس عايزين نحافظ على المناطق اللي ظاهرة للناس، لا احنا بنتكلم على جسمك كله. ما حدش بيشوفها، انا اللي بشوفها انت بتشوفيها جوزك بيشوفها طبعاً. العروسة اللي بتبقى انت بتبقي مهملة في جسمها كله تيجي قبل الفرح تبقى عايزه تلحق نفسها في وقت قليل. من وانت بنت هتلاقي نفسك رول في حياتك طبعا وهترتاح اكيد هتلاقي نفسها حلو. حتى لما سنها يكبر هتلاقي نفسها لسه شكلها حلو لسه شكلها صغير. يعني يقولي هتفضلي اقول لهم والله هبقى كده وبيساندوني واروح اعمل باديكير ومانيكير يعني اعمل ايه طيب. لازم طبيعي الاهتمام والجمال ده حاجه حلوه طبعا. فهي كلها سكرابات فيها فيتامين مفيده للبشره طبيعيه 100% مش هتضر البشره نهائي. هتعجبهم جدا ان شاء الله. طيب احنا استعرضنا الكريمات كلها يا اولاد عشان بس نبقى يعني كل اصدقائنا شافوها برده عن قرب على الشاشه. كل السكرابات اللي موجوده معانا النهارده واحد واحد كده قول لنا برده امنيه. معلش عقبي فراوله ايوه وده ايه فراوله برده وده اللي قلنا عليه ايوه يعني اي حد نفسه في ريحه معينه بيحبها. ده خلطه التفتيح من اورا. ده لبان ده اللي بالالجام اللبان زهور البريه. الاناناس برضو ده يعني عايزه اقول لك ان هم روائحهم كلهم تحفه بجد. ريحتهم نفاذه جدا عشان تفضل في جسمك. ويمكن برضو من دي الحاجات ناس تيجي تاخد من البرودكت بتقول بجد ريحته تفضل ثابته، لان انا بحب اشتري حاجات تفضل ريحتها ثابته في موجودة جسمي. صح لا بتغنينا عن البراندات. ما هي البراندات بتلعب علينا خلي بالك. بصي اول ما يجربوا لا هم هياخدوا لوحدهم مش محتاجين. لا انا متاكده وواثقه والله امنيه جدا بجد وسعيده جدا بان انت غبتي بس جبت لنا حاجات حلوه حاجات جميله. فكرتي في كل البشرات وفكرتي ازاي تفيدي الناس من غير ما تفرضي علينا منتج معين ومن غير ما كمان يبقى انا يعني ايه انت خاطبتي كل حد حابب الحاجه اللي طالبها وايه اللي تناسبه. فدي حاجه جميله جدا بجد بشكرك عليه. الحمد لله ان الحاجه تعجبك. في حاجات جديده هتنزل احنا اتفقنا مش هنتكلم عنها دلوقتي. مش هنتكلم عنها النهارده عشان الحلقه وقت الحلقه. في طبعا مجموعه شامبوهات من اورا. ايوه عايزه اقول لك ان الشامبو ده لا يجنن يعني. اوكي خلاص مش هنحرق بقى خلينا في الحلقه الجايه عشان يبقى في يعني سسبنس كده. مشاهدينا الكرام يا رب تكون النهارده الحلقه عجبت حضراتكم. يعني كل اصدقائنا لسه عارفين بمنتجات اورا يا ريت حاجه تدخلوا على الصفحه بتاعتهم وتشوفوا دي صفحتهم الوحيده. تواصلوا من
خلال التليفونات بتاعتهم واعرفوا اي حاجه عن المنتجات، اسالوا عن الاسعار، بلغوني، بحب اعرف جدا الكومنتس بتاعتكم. بشكر ضيفتي اللي كانت منوراني النهارده وكانت وحشاني بقى لها كام مره كده كانت، بس هم الحمد لله كانوا بيعملوا حاجات مفيده فربنا معاهم. اللي منورتني امنيه طاهر، بشكرك يا امنيه بجد، نورتيني. ميرسي، واشوفك بجد من نجاح لنجاح وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ميرسي.